السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم أو مسائكم بكل خير متابعين الأعزاء. المعذرة منكم في الأيام اللي راحت، يعني تقريبا يومين أو شوي جتني ظروف صحية وتعبت شوي، لكن الحمد لله الأمور تمام. أنا الآن في مدينة باغيو. مدينة باغيو تعتبر من أجمل وأبرد الأماكن في الفلبين عامة. الحين جالس أتمشى في الساحة زي ما تشوفون. تعتبر مدينة باغيو من أجمل وأبرد الأماكن، والسواح يزورونها بشكل كثير. وإذا تشوفون هي من أحد العروض سبايدر مان، ومعنا السيد سبايدر مان. How are you? How was your day? Very good. Yeah. Welcome to my vlog. Thank you. You will be in my universe. No problem. Yeah. Maraming salamat. Stay tuned. Have a great day. Thank you. وزي ما شفت قبل شوي هذه سيارات الجبني عند الفلبين، تعتبر من أقدم المواصلات، يعني زي ما يسمونها تاكسي قديم. ممكن 1970 أقدم أبكر، ما عندي خبر، لكنها قديمة جدا وما زالت تستخدم في الفلبين كجزء من المواصلات. وحنا في 2022. أنا الحين بدخل حديقة يسمونها حديقة بيرنهام بارك. يمديك تمارس الأنشطة الرياضية مثل ركوب الدراجة، زي ما تشوف الشباب هنا راكبين دراجاتهم يلعبون يستمتعون بأجواءهم الجميلة. بالإضافة إلى ركوب الدراجة قبل شوي، في عندهم الأنشطة المائية زي ما تشوف الخلفي، ركوب القوارب الصغيرة وتنزه فيها والاستمتاع في هذه الأجواء الجميلة المشمسة، لأنها بالعادة تكون أجواء ممطرة وباردة، لكن اليوم صادفنا الحظ وكان الجو يعني ما شاء الله مشمس وجميل جدا. إذا حبيت تنضم للعادات والتقاليد الفلبينية، فبإمكانك تشارك أو تلبس الزي حقهم، اللبس الفلبيني التقليدي الممتاز والجميل. يكون معنا في الجولة التعريفية هذه عن الملابس والعادات الفلبينية السيدة هذه. أنا أنطق الأمو دوري آيرين. عندنا دوري وعندنا آيرين. Okay, can one of you explain what is this clothes for? Used for what? Can you tell me what is this one for? Like for example,
This one? This is chaleco. Chaleco and bahal. And the bahal. And this is a tire for male. For male. A tire for male. For male? Yes. For lalaki? Para sa lalaki. What about babae? This is, ano nang tawag doon? Papis. Papis. And poncho. Mm-hmm. Papis. So, babae and... Ilang ito, pin? Poncho, Irene. Yung poncho? Oh, poncho. Okay, that's and good. This is for the girls, tapis. And lalaki, how many pieces? Is it lang? No, poncho also. We have for male, poncho. فيقول اللبس الفلبيني اللبس الفلبيني للرجل وللمرأة يعتمد على قطعتين علوي وسفلي. And what is this one, ma'am? Like a necklace. Yeah. That is unisex. Ah, okay. Male and female. And this one is a tie. Yeah, for the head. Ah, okay. Like this for male. Okay. For the male, for the lalaki, male. Yes, for the lalaki. And bye bye. Bye bye is this one. Ah, bulaklak. Yeah. Bulaklak. Yes. A dress. It's flower. A dress. It's sunflower. Wow, that's very good. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نير القريشي من باقيو الفلوق رقم 4. رحب فيكم. يعطيكم العافية. طبعا هذا اللبس اللي ما تشوفون اللبس المعتاد يعتبر عن قطعتين، جزء علوي وجزء سفلي. مو بهذا اللبس الأساسي حقهم، اللبس الأساسي بيكون أكبر من كذا. طبعا تقريبا الجسم لازم يكون عاري تماما. زين؟ مع ال يسمونها ذي الظاهر قلادة مع الريش هذه كأني من الهنود الحمر. أقول لك الله السلام ورمي كذا. كونك تجي حديقة بيرنهام بارك وتشوف القوارب هذه ولا تجربها ممكن متعة ما عاد تعوض. اليوم صار فيه تحريك عضلات كثيرة، يمين يسار في وسط النهر هذا. يا رجولي خليها على الله. وفي قوارب غيرنا بعد انا اصدمهم بعد. أمس سبحان الله الجو عندنا مطر وبرد قوي جدا، الآن سبحان الله مشمس وحر. وهي باقيو تعتبر أبرد مدينة في الفلبين. زي ما قلت لكم في بداية الفلوق كان عندي ألم في الحلق بسبب تغير الجو. ما أدري هل هو بسبب أني من حار إلى بارد أو أن الموسم هذا والشهر هذا موسم الفيروسات وكذا. أنا أعتذر منكم إذا ما غطيت باقيو بشكل كامل. والآن أنا في مطل يسمونه مينس فيو، قاعد أتمشى وشو ما شاء الله كأنك على قمة جبل الظاهر في الجنوب وزي كذا. خلنا ناخذ لقطات ونشوف. جالس اجرب ركوب الخيل والله يستر لا اجيب العيد ووقف. احلى تحيه لكم يا شباب. الان بنزل تحت في الوادي ما ندري ايش تحت لكن بسم الله.
من أمام المكان الجميل هذا من المطل في ماينز فيو أصور لكم المتعة حيث أن الناس كلها هنا مستأنسة ومبسوطة. وإذا مريت الماينز فيو لا تنسى تمر الأسواق عندهم تقضي منها بعض الأغراض والهدايا لأصحابك وأحبابك.